السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. هنكمل مع بعض سكاشن الهيدروثيرابي. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا في الهيدروثيرابي، اللي هو ايه هي الفسيولوجيكال افكت بتاعه الهيدروثيرابي نفسه، ازاي بيأثر على الديفرنت بودي سيستمز، ازاي بيجيب افكتس معاه، ازاي بيشتغل، او ازاي الريسبونس بتاعه الديفرنت بودي سيستمز دي لما اجي اعمل هيدروثيرابي ايه اللي بيحصل فيها. هنتكلم عن 6 نقط اساسيين، اللي هما كلينسينج افكت، الخواص او التاثيرات التنظيفيه والتعقيميه دي الهيدروثيرابي، ازاي يعني بستخدم الهيدروثيرابي في ان انا انظف او اعقم جرح معين. ماسكولوسكيليتال افكتس، ازاي الهيدروثيرابي بيأثر على الماسكولوسكيليتال سيستم، او ازاي ان انا بستفيد من الهيدروثيرابي في حالات الماسكولوسكيليتال خلاص، او ان انا احسن الفانكشن بتاعت الماسكولوسكيليتال سيستم. تالت حاجة الكارديوفاسكولار افكتس، نفس الفكرة برضو، ازاي هعرف ازاي الهيدروثيرابي بيأثر او بيحسن الكارديوفاسكولار ريسبونس او كارديوفاسكولار فانكشنز. الريسبيراتوري افكتس، ازاي الهيدروثيرابي بيأثر على الريسبيريشن بتاعنا والاكسجين ترانسبورتيشن والاكسجينيشن بتاع التيشو. الرينال افكتس، هل الهيدروثيرابي ده بيأثر على الرينال سيستم، على الووتر والسولتس ريتينشن او اكسيرشن، هل بيأثر وليه تأثير ولا لا، هنشوف مع بعض. برضو السيكولوجيكال افكتس، هل الهيدروثيرابي ده ليه دور عندي في حالات او بيأثر على السيكولوجيكال ستيتس بتاعة البيشنت او بتاع البيرسون نفسه او السبجكت ده، هل ليها تأثير على المود وعلى الستريس مثلا والتنشن اللي عنده ولا مفيش، زي ما احنا هنشوف مع بعض ان شاء الله. ناخد كل واحدة بالتفصيل. هنبدأ نتكلم اول حاجة عن الكلينسينج افكت بتاع الهيدروثيرابي. الهيدروثيرابي ده رول كبير جدا، اللي هو كلينسينج افكت ده يستخدم يعني بصورة كبيرة جدا في حالات البرن او في حالات البرن او في حالات البرن. ده دور قوي جدا واستخدام كبير جدا خلاص. هنشوفه ان شاء الله في حياتنا العملية بعد كده لما تشتغلوا في اقسام او وحدات او مستشفيات يكون فيها وحدات او اقسام حروق، هتلاقي ان الهيدروثيرابي ليه دور كبير خلاص في ان ازاي تعمل كليننج وازاي تعمل ديسانفكتنت للوند دي، لان عندك الوند البيرن وونز تبقى لارج، ممكن تبقى واخده لارج اري، ممكن تاخد البودي كله خلاص، او واخده بيرسنت كبيره من البودي سيرفيس اريا، فصعب ان انت تنظفها خلاص لوكالي ومانوالي خلاص. فبيبقى عندي الهيدروثيرابي ده حل بديل للموضوع ده، وكويس جدا وسريع وبيجيب نتيجة كويسة وبينجز معايا في الوقت خلاص وبياخدش وقت طويل معايا. يبقى الكلينسينج افكت بتاع الهيدروثيرابي قالك ان انا بستخدم الهيدروثيرابي ده ان انا بعمل كليننج واعمل ديبرايتمنت، اشيل النيكروتيك تيشو واشيل الدبرس الموجودة حوالين الووند خلاص، وانضفها خالص، انضف الجرح، اشيل البص، اشيل الجلد الميت، الحاجات القشرة اللي موجودة حوالين الجرح نفسه، كل ده اقدر اشيله عن طريق المية خلاص. مش بس كده، ده انا ممكن كمان اضيف للمية دي انتي بكتيريال وانتي ميكروبيال او انتي بيوتكس سوليوشنز وادوبها جوه المية، يعني احط دواء انتي ميكروبيال او انتي بكتيريال او اي حاجة اي نوع ديس انفكتنت كمان، مش ان انا بنضف الجرح بس، لا وبطهره كمان وعقمه، فده هيديني التأثيرين او يديني الفايدتين خلاص. يبقى الحركة بتاعت المية نفسها خلاص بتعملي فريكشن مع الوند سيرفس، فبتبدأ تقشر او بتشيل الحتت اللي هي الجلد الميت والبص والنيكروتيك تيشو والحاجات اللي هي التبرس الموجودة على الوند سيرفس، كل ده بيتشال بسبب حركة المية. وكمان ممكن اضيف عليها حاجات مطهرة بحيث ان انا اعمل تعقيم وطهر الجرح كمان، يبقى انا نضفته خلاص وعقمت الجرح، فهينجز معايا وقت طويل جدا خصوصا في اللارج وونز زي ما قلنا حالات الايه البرد.
بتحول افكت عندي للهيدروسيرابي. تاني حاجه عندي الماسكولوسكيتال سيستم، ازاي الهيدروسيرابي خلاص بيأثر على الماسكولوسكيتال سيستم، او ازاي ان انا استفيد بالهيدروسيرابي في ان انا احسن الماسكولوسكيتال سيستم فانكشن. قال لك اول حاجه بتفيدني في الهيدروسيرابي ممكن استخدمها اللي هي ديكريز الويت بيرنج. يعني ايه؟ زي ما احنا فاكرين، لو انتوا فاكرين زي ما اتكلمنا في الاول على الفيزيكال بروبرتيز بتاعه الهيدروسيرابي او بتاعه الووتر عموما الميه، قلنا في خاصيه مهمه جدا اللي هي البوينسي، قوه الطفو بتاعه الميه، ان اي حاجه بتغطس جوه الميه بتقابلها ابورد فورس ثراست، خلاص قوه دفع لفوق ماشي، بحيث ان هي تخليها تطفو، اللي هي قوه الطفو. اي جسم بنغمره تحت الميه او بنغطسه تحت الميه فيبقى فيه قوه دفع عليه لفوق ان هو يطفو على سطح الميه. قوه الطفو دي بتخلي الويت بيرنج يقل بصوره كبيره جدا. ولو احنا فاكرين برضو قلناها ليها ليفلز، قلنا عند الوسط بيبقى 50%، بيبقى الجسم شايل 50 والميه شايله 50 من الويت بتاعه. عند الزيفويد قلنا بيبقى شايل تقريبا 70% او 75%. عند النك او الشول، عند النك ليفل خلاص يبقى شايل تقريبا 90%، الميه شايله 90% وانا شايل 10% بس. فدي حاجه كويسه جدا ممكن تفيدني في حالات كتير جدا اقدر اشتغل معاها، بيبقى مثلا كونترا انديكيتد ان انا اعمل ويت بيرنج اكسرسايز ليها، وان هو يقدر يعمل ووكينج او كده، زي حالات مثلا الادفانسد اوستيوارثرايتس، الخشونه، حالات الخشونه المتاخره جدا، بيبقى في حصل تاكل تام في الغضروف لدرجه ان هو مش قادر حتى يحمل رجل، يعني مجرد ان هو يقف بس يحمل وزن جسمه عليها بيبقى فيها سيفير بين، مش مستني او مش مستحمل ان هو، مش مشغول ان هو يمشي ويحمل او يجري او بتاع، لا هو مجرد ان هو يقف بس ويحمل عليها خلاص ويشيل وزن جسمه دي بيبقى فيها سيفير بين، وتبقى مشكله كبيره بالنسبه له. فبالتالي لما ينزل الميه بيشن زي ده، لما يقدر ينزل، لما ينزل الميه تبقى سهله جدا بقى، ان يعني هو مش شايل وزن اصلا، هو شايل مثلا لو وصلنا لحد الشيست مثلا او حد الشولدر ليفل، يعني شايل 10% او شايل 20% ولا 30%، ده لا كلام لا يذكر. فسهل ان هو يقدر يمشي بقى يعمل اكسرسايز ويت بيرنج بقى، يقدر يعمل ووكينج، ممكن يمشي على التريد ميل اندر ووتر تريد ميل، ممكن ووكينج على البارل بار، خلاص وزن بارل بار، ممكن يقدر يعمل بقى اكسرسايزنج بقى اللي هي السكواتنج الاوبن تشين وكلوزد تشين، تبقى سهله بالنسبه له مفيش ويت بيرنج قوي عليه، فسهل ان هو ايه اقدر اعمل اكسرسايز. تاني حاجه ممكن استفيد بيها برضو في الماسكولوسكيتال سيستم اللي هو السترينسنج بتاعت المصل، زي ما احنا اتكلمنا برضو قبل كده في البروبرتيز بتاعت الووتر، قلنا في اللي هي الفيسكوستي، خلاص اللزوجه بتاعت الميه ماشي. في اي جسم بيتحرك جوه الميه بتقابله مقاومه، خلاص يبقى فيه ريزيستنس نتيجه اللي الفيسكوستي دي، فانا ممكن استخدم الفيسكوستي دي ان انا اعمل سترينسنج للمصل ليها. وفي عندي حته اللي هي الفيلوسيتي ديبندنت ريزيستنس، ان كل ما بزود الريزيستنس، كل سوري ما بزود السبيد فهتزيد عندي الريزيستنس اللي انا ايه بقابلها وانا بحرك الليمف، فبالتالي هتزيد الفورس اللي انا محتاجها علشان احرك البودي بارت ده بالسرعه اللي انا عايزها. فكل ما زود السرعه كل ما هتزيد الريزيستنس اللي بيقابلها البودي بارت، كل ما هزيد الايفورت والفورس اللي انا محتاجها عشان احركه بالسرعه المطلوبه. فانا سهل ان انا اتحكم او ان انا اقدر اعمل سترينسنج للمصل زي ما انا عايز عن طريق الفلوستي. اي نعم ماشي الفيسكوستي ثابته، مش هينفع ان انا ازود ريزيستنس مباشر، يعني مش هينفع ازود ويت مثلا، يعني ويت مثلا كان مش على 5 اخليها 6 اخليها 7، يعني دي مش هتبقى كده خلاص، بس عن طريقه تانية ان انا بزود الفلوستي بتاعت الموفمنت، بدل ما كنت بتحرك بنورمال موفمنت نورمال سبيد خلاص لا هزود السبيد. فمجرد ما انا ازود السبيد دايركت هتزيد عندي الريزيستنس اللي بيقابلها البودي بارت خلاص في الموفمنت بتاعته، فبالتالي هبقى محتاج البيشنت هيبقى محتاج فورس ان هو يعمل فورس اعلى خلاص عشان يقدر يحركه بالسرعه اللي انا عايزها، فكده هعمل سترينسنج للمصل بطريقه غير مباشره ماشي. اخر حاجه في الماسكولوسكيتال سيستم عندي اللي هي ان انا ممكن اعمل سلوينج للبون دينستي لوس. الناس اللي عندها اوستيوبروزس خلاص عندها شاشه عظام او مع الالدرلي عموما بيبدا البون دينستي تبدا تقل، خلاص يحصل فيه ديجريديشن ليها ويحصل فيها لوس جرادولي مع ايه زياده السن.
سواء كان طبعا لو كان عنده اوستيوبروز فطبعا هيبقى الايه الريتم اعلى طبعا، واللص معدل بتاعها بيبقى اسرع. الهيدروسيرابي بيفيدني في ايه؟ احنا عارفين ان اللي مسؤول عن البون دينستي او اللي بيزود البون دينستي دايركتلي هي الويت بيرنج اكسرسايز، التمرين اللي فيها تحميل اللي فيها ويت، خلاص هي دي اللي هتزود لي البون دينستي خلاص بصوره مباشره. طيب الاندر ووتر اكسرسايز او اللي هو هيدروسيرابي ده مش ويت بيرنج اكسرسايز، مش ويت بيرنج اكسرسايز خلاص، ان مفيش ويت بيرنج، هو بيبقى شايل 10% زي ما قلنا ولا 20% بالكتير من وزنه، فمتعتبرش ويت بيرنج خلاص. طب هي بتعمل ايه او بتأثر لي ازاي على البون دينستي؟ قال لك ان الاكسرسايز اللي انت بتعملها عموما خلاص الميكانيكال افكت بتاع المصل كونتراكشن ريلاكسيشن اللي بيحصل ده، لما تعمل كونتراكشن ريلاكسيشن في المصل خلاص بيعمل زي الشيرنج فورسز، بتبدأ تشد خلاص، فبتعمل ميكانيكال فورسز على البون في الحتة اللي فيها اتاتشمنت بين المصل والبون اللي هي الحتة بتاعت الاوريجن والانسيرشن. خلاص احنا عارفين الاوريجن والانسيرشن بتاع اي مصل ماسك في بون، فبتشد العضلة من الناحية دي من ناحية الاوريجن او من ناحية الانسيرشن خلاص، الشيرنج فورس دي او الميكانيكال فورس اللي بتحصل دي بتزود لي البون كالسيفيكيشن، بتزود الديبوزيشن بتاع الكالسيوم وبتعمل لي سترينثنينج للبون نفسه، بتزود الكثافه بتاعه العظم خلاص. اي نعم الفورسز دي مش بتبقى عاليه زي الاكسرسايز اللي بيعملها البيشنت بره البول، يعني في اللي هي الويت بيرنج اكسرسايز العاديه على الجراوند خلاص، مش بنفس الفورسز بتاعتها، بس هتقلل خلاص، هتقلل الايه الريت بتاع الايه البون دينستي لوس هتقلله. دي ناحيه. الناحيه الثانيه ان الالدرلي كلهم او معظمهم خلاص، خصوصا الناس اللي عندهم اوستيوبروزس بيبقى هاي ريسك اوف فولينج، عاليه جدا البالانس عنده بيبقى ضعيف خلاص او متاثر في ديستربنس. تاني حاجه ان هو سهل جدا ان هو يقع، ان الفيتنس فيزيكال فيتنس بتاعته عموما ان جنرال بدات تقل، دي حاجة. الحاجة التانية البون دينستي نفسها او البون سترينث بدأت تضعف، فسهل ان هو يحصل له كسر مع اقل خبط مع اقل وقعة ممكن يحصل فراكشر، مش غير ان زي ما قلنا البالانس مش مظبوط، فسهل ان هو ممكن يتكعبل في اي حاجة، يعني في سجادة في مكتب بتاع، يعني ان هو ماشي ممكن يتكعبل يقع يتكسر على طول، سهلة جدا خلاص. فالهيدروسيراب بيأمن لي بيئة آمنة شوية للموضوع ده، إن أنا أقدر أعمل إكسرسايز وأنا مش خايف على العيان إن هو مش هيقع خلاص، وحتى لو وقع هو هيقع في مية فمش هيتكسر ماشي. فالحتة دي برضو إيه بتساعد معايا في ناحية الماسكولو سكيلر سيستم والبون ستريس. طيب هنتكلم بعد كده برضو على الكارديو فاسكولار سيستم. الكارديو فاسكولار سيستم ريسبونس ازاي، الريسبونس بتاعته ازاي مع الهيدروثيرابي؟ قال لك ان نتكلم برضو على الصوره افضل. زي ما احنا شايفين هنا دي بقى ده بيشنت ايمرجد حد الشولدر ليفل او حد النيك ليفل خلاص تحت الميه. طبعا احنا عارفين من ضمن الخواص بتاعه الميه حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر، ان في ضغط للميه على الجسم او على اي اوبجكت لما بتضع ايمرج تحت سطح الميه بيبقى متولد عليه او بيبقى اكسيرتد عليه خلاص، الووتر بتعمل اكسيرشن ل بريشر عليه خلاص، ده الهيدروستاتيك بريشر. طبعا الضغط ده كل ما بيزيد الدبس او الليفل بتاع الايمرجن كل ما بيزيد الايه البريشر ده، كل ما بيزيد العمق اللي انا هنزل فيه كل ما هيزيد البريشر علي. فبالتالي البريشر اللي تحت، يعني مثلا دلوقتي زي ما احنا في الصوره كده البيشن ده لحد الشولدر ليفل خلاص، فهل البريشر اللي عند الشولدر او على الشيست زي البريشر اللي على الفيت؟ اكيد طبعا لا، اكيد اللي على الفيت اكتر خلاص، لان الفيت تبقى مور ديبر تبقى نازله لتحت في الميه مسافه اكبر من الشيست، فبالتالي البريشر هيبقى تحت خلاص اكتر من ايه من فوق، وكل ما اطلع لفوق كل ما البريشر بتاعي هيقل، فهو كده عمل لي ناتشرال بريشر جريدينت، عمل لي تدرج في درجات الضغط خلاص من تحت لفوق، تحت عالي يفضل يقل 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 وانا طالع ايه لفوق خلاص.
نستفيد بيها في ايه؟ في الفيناس ريتيرن، ان انا ضاغط، عارفين ان احنا الشراب الطبي خلاص شراب الدوالي الفكره بتاعته ايه؟ ان هو بيعمل لي بريشر ديستال خلاص اكتر من بروكسيمال، وكل ما يطلع بروكسيمال كل ما يبدا البريشر يقل يقل بالتدريج، فهو بيعمل بريشر على الفود خلاص تحت يضغط عليها فيعمل سكويزنج للفلويدز والبلد اللي موجود جوه، يزق لفوق ويزق يزق يزق لفوق لحد ما يطلع ايه بروكسيمال ويرجع للهارت تاني. نفس الفكره هنا في الهيدروثيرابي، انا عندي بريشر تحت اعلى من فوق خلاص، فعندي في الفود في بريشر عالي فيضغط عليها فيفضل كل الفلويدز الموجوده في الفود، بعد كده يطلع على الفوق الليج وهكذا لفوق 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 لحد ما يرجع للايه للهارت تاني. فيبقى كده الهيدروستاتيك بريشر هيزود لي فينس ريتيرن خلاص، هيزود لي الليمفاتيك سيستم، هيزود لي بالتالي الكاردياك فوليوم، هيزود لي الستروك فوليوم، هيزيد الكاردياك اوت بوت، هيقل الهارت ريت. ليه؟ لان كميه البلط زادت اللي بتطلع في البيت الواحده، الاستروك فوليوم زاد، الكارديك اوت بوت زاد خلاص، فبالتالي الهارت مش محتاج ان هو يزود الريت بتاعه علشان يوصل كميه الدم اللي هو محتاجها، لا هي بتوصل، فهيقل الايه الهارت ريت وهيقل البلاد بريشر عندي. ماشي. ايه تاني؟ قالك ان هو برضو هيقلل زي ما احنا قلنا، هيقلل هيحسن السيستوليك بلاد بريشر وال في او 2 ماكس ريسبونس للاكسرسايز. طبعا احنا عارفين مع الاكسرسايز خلاص البلاد بريشر بيعلى والفي او 2 ماكس بيزيد خلاص، الاكسجين كونسامشن بيزيد والبلاد بريشر بيعلى، فلما انا اصلا الكاردياك اوت بوت سوري هو البريشر بيزيد والاكسجين كونسامشن بيزيد ليه؟ علشان يعوض الفورس جنريتد والهيت اللي جنريتد خلاص، وعلشان يوصل الاكسجين ووصل النيوتريشن ووصل البلاد للمسلز اللي شغاله بتعمل اكسرسايز دي خلاص بسرعه وبكميه كبيره عشان تقدر تكمل الشغل بتاعها وتكمل الورك بتاعها خلاص الاكسرسايز بتاعها. ماشي. فلما انا ازود كميه البلاد اللي طالعه اللي هي شايله الاكسجين خلاص، فانا زودتها فبالتالي هيحصل ايه؟ الهارت ريت هيقل، فبالتالي البريشر عندي هيقل، فالاكسجين كونسامشن هيقل. تمام. لان انا وديت دم كتير في كل ضخه في كل بيت في كل قبضه في الهارت بيضخ لي دم زياده، سي مثلا لو بيضخ في المره 100 خلاص، لا هو دلوقتي بيضخ 150 فهتفرق كتير جدا خلاص، بدل ما هو كان هيزود الهارت ريت ويزود البلد بريشر عشان يضخ عشان يعوض لي الديماند اللي عايزاه المسلز دي عشان تقدر تكمل اكسرسايز، لا هي تقدر تكمل عادي من غير ما ازود الهارت ريت والبلد بريشر، ان كميه الدم اللي رايح له اصلا من الاساس زادت، فمش محتاج ان انا يعني ازود الهارت ريت وازود البلد بريشر عشان اعوض الفرق ده، لا هي كده كده من الاول زياده فخلاص مش هتاثر معايا قوي. تمام. ده بالنسبه للكارديو فاسكولار سيستم. طيب بعد كده عندنا فاضل ايه؟ الريسبيراتوري سيستم. طبيعي لما اي حد فينا ينزل في البسين خلاص تنزل تحت الميه بيحصل ايه؟ تحس ان نفسك كده اتضايق اتضايقت خلاص، نفسك مكتوم في حاجه ضاغطه على صدرك خلاص، فبالتالي بتاخد ايه نفسك بسرعه، بيبقى النفس شالو رابيد بريسنج بيزيد الورك اوف ايه اوف respiration. ليه؟ حاجتين، في عندي سببين خلاص. اول حاجه انت لما بتنزل تحت الميه خلاص بيحصل فيه ايه؟ في بريشر على الشست اللي احنا لسه متكلمين عليه اللي هو الهيدروستاتيك بريشر خلاص، انا ضغطت على الشست فبالتالي الشست اكسبانشن واللونج اكسبانشن هيقل هيبقى بصعوبه خلاص، فده هيقلل الايه الفايتال كاباسيتي. دي نقطه. النقطة التانية، انت لما حصل immersion وزاد الفينس ريتيرن، لو فاكرين اللي اتكلمنا عليه في الكارديو فاسكولار، زاد الفينس ريتيرن اللي راجع، فانت زودت السنترال سيركوليشن اللي موجودة حوالين اللنج وفي اللنج خلاص، فانت زودت كمية البلد اللي رايحة في المكان ده، فده برضو ضاغط على اللنج فمش عارفة تعمل expansion بتاعت، فده كله هيزود سوري هيقلل الفيتال كاباسيتي، فبالتالي
علشان البيشنت او الشخص ده يقدر ياخد او يمد جسمه بكمية البلد اللي هو محتاجها ويحافظ على شغله، لازم يعوضها بايه؟ ان هو يزود الريسبيراتوري ريت، ماشي؟ فهيزيد الورك اوف بريسنج. النقطة التانية في ال respiration او في respiratory system ان هو بيقلل الازمة ال exercise induced asthma. يعني ايه؟ في ناس خلاص لما تيجي تعمل تمارين او تعمل مجهود عنيف او تبذل مجهود يعني، بيبدأ يخش في ازمة برونكيال، ازمة يخش في ازمة نفس، يخش في كرشة نفس، انه مش عارف ياخد نفسه. وبنقابلها كتير، في ناس كتير كده يجي يبدأ يبذل مجهود، يطلع سلم مثلا، جري، يجري في مشوار، حركة معينة مفاجأة بتاع اي حاجة تحصل مفاجأة، فيجري بيعمل افورد زيادة مرة واحدة، خلاص يبدأ بقى يخش في الايه؟ في الازمة دي، مبقاش عارف ياخد نفسه. تمام. فالهيدروثيرابي كويس جدا مع الناس اللي زي كده. ليه؟ لان انت عندك الارج بول تمبريتشر بتاعة الاير حواليك بيبقى هيوميديتي بتاعته عالية، الرطوبة بتاعتها عالية شوية، فلما بيستنشق الهواء اللي هو دافي المفروض بيخش جوه يعمل برونكو، بيقلل البرونكو سبازم اللي بيحصل مع الأزمة، اللي هو اللي بيحصل تقلصات في الشعب الهوائية تبدأ تقفل خلاص. هو لا، لما يشم الهواء ده أو ياخد النفس أو يعمل انسبيريشن للورم اير ده، يبدأ بقى يعمل برونكو دايليشن خلاص، يبدأ بقى يحصل ريلاكسيشن في البرونكاي والبرونكيولز، تبدأ بقى تفتح وتبدأ الشعب الهوائية توسع خلاص، فتقل الايه؟ الأعراض بتاعة الأزمة. ده بالنسبة للإفكتس بتاعة المين الهيدروثيرابي على الريسبيراتوري سيستم. طيب بعد كده عندنا الرينال سيستم. هل الهيدروثيرابي ليه رول على الرينال سيستم؟ طبعا ليه رول كبير خلاص، زي ما هنشوف دلوقتي هنا عن طريق برضو حاجتين خلاص. اول نقطة ان لما بيزيد الفينس ريتيرن تيجي الاميرشن تحت المية، الهيدروستاتيك بريشر اللي هيزود الفينس ريتيرن، اللي هيزود الكارديك اوتبوت ويزود السيركوليشن، من ضمن الحاجات اللي بتزيد الرينال بلاد فلو، السيركوليشن والبلاد اللي رايح للرينال سيستم هيزيد، فبالتالي الورك بتاع الكدني هيزيد، شغلها هيزيد خلاص، فبالتالي الاكسيرشن بتاع اليورين والبوتاسيوم والصوديوم والسولتس كلها هتزيد، عمال يطلع الفلويدز ويرمي الاملاح والفلويدز بره، يعمل لها اكسيرشن. النقطه الاولى خلاص. النقطه الثانيه ان انت برضو مع زياده السيركوليشن دي بيزيد عندي سوري بيقل عندي حاجتين خلاص، الاي دي اتش والالدوستيرون. الاي دي اتش ده اللي هو الانتي ديوريتيك هرمون، الانتي ديوريتيك هرمون ده خلاص ده هرمون بيتفرز من البوستيرو بيتيوتري جلاند. الفايدة بتاعته ايه او وظيفته ايه؟ انه هو لما بيزيد بيزود الفلويد ريتينشن، بيقلل الفلويد اكسيرشن في الكدني. طب لما بيقل هيزيد العكس هيحصل، هيزيد الفلويد اكسيرشن خلاص، فالفلويدز والووتر تطلع بره فيزيد اليورين اكسيرشن خلاص. طيب الالدوستيرون، الالدوستيرون ده هرمون بيطلع من الادرينال كورتكس، فايدته ايه؟ بيتحكم او بيعمل كنترول للسولتس اكسيرشن عن طريق اليورين عن طريق الكدني، بيتحكم في الاملاح. يبقى عندي الاي دي اتش بيتحكم في الاخراج بتاع الميه، والالدوستيرون بيتحكم في الاخراج بتاع مين؟ السولتس اللي هي زي الصوديوم والبوتاسيوم. طيب الالدوستيرون لما بيقل نفس الفكره، هيقل الايه؟ هيسوري هيزيد ايه؟ الاكسيرشن بتاع الصوديوم والبوتاسيوم والسولتس كلها تطلع خلاص. طيب التو ميكانيزم دول هيأثروا معايا في ايه؟ في الإديمة. لما يزيد الفلويد اكسيرشن، لما يزيد السولتس اكسيرشن، فبالتالي هيحصل ايه في الإديمة عندي؟ هتقل. يبقى كل الشغل ده كله هيفيدني في ايه؟ في الإديمة كنترول خلاص. طيب اخر حاجة افكت عندي في الهيدروثيرابي اللي هو السيكولوجيكال ستيتس. ازاي الهيدروثيرابي بيأثر على السيكولوجيكال ستيتس بتاعت الايه؟
subject او البيشنت الشخص ده. قال لك ليه هاتو رول، يا اما يعمل ريلاكسيشن خلاص، يا اما يعمل انرجايزيشن خلاص او ريفريشمنت. لما يحصل اميرجن فور ووتر، ميه دافيه، بيحصل ايه لوجيكالي؟ بيحصل ريلاكسيشن. بالتجربه اي حد فينا خلاص لما ياخد دش ميه دافيه طبيعي بحس ان جسمه مرتاح وريح خالص وتمام زي الفل، ومنتالي بدا يهدى، ولو كان في ستريس او في تنشن، في انسومنيا، قله نوم، ارق، الكلام ده كله خلاص، انكزايتي، كل الحاجات دي كلها بتبدا الليفل بتاعها يهدى، المود يبدا يظبط، يبدا جنرال بقى يحصل جنرال ريلاكسيشن في البودي كله. طيب العكس بقى يحصل لما اخد ايه كولد ووتر شاور، لما اخد دوش ميه ساقعه. واحد صاحي من النوم مش فايق مش مركز خلاص، يغسل وشه بميه ساقعه او ياخد دوش ميه ساقع، يبدا بقى يحصل انرجيزيشن، يحصل ريفريشمنت بقى ليه، يبدا بقى يفوق ويصحى خلاص. ده الفرق بين الاثنين، ماشي؟ ده بالنسبه للسوري سايكولوجيكال افكت بتاع الهيدروثيرابي خلاص على البيرسونز. طيب ايه الاستخدامات بتاعه الهيدروثيرابي؟ الاستخدام بالهيدروثيرابي تمام، خمس حاجات اساسيين او خمس نقط اساسيين عندي. يا اما اعمل هيتينج او كولينج خلاص للسوبرفيشال تيشو، يبقى اعمل سوبرفيشال هيتينج او كولينج. يا اما اشتغل على المنطقه، اعمل لها ارفع درجه التمبرتشر بتاعتها، يا اما اقللها، اسخن المكان ده او اسقعه. تاني حاجه الووند كير، ان انا احسن الووند هيلينج، ازود الووند هيلينج. تالت حاجه الووتر اكسرسايز، ان انا اعمل تمارين تحت الميه اللي احنا شرحناها قبل كده واتكلمنا عليه. رابع حاجه اعمل بين كنترول، اقلل او اسكن الالم او اخدر الالم. خامس حاجه الاديما كنترول، احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، ان انا اقلل الايه الاديما. طيب خدهم بقى بالتفصيل واحده واحده. اول حاجه السوبرفيشال هيتينج او كولينج خلاص، عن طريق استخدم بقى الايه موداليتيز اللي احنا اتكلمنا عليها، الهوت باكس والهيدرو والايس باكس، ايا كانت الموداليتي اللي انا اشتغل عليها. مميزاتها كتير جدا خلاص، فاست، ايزي تو ابلاي، فيت البودي كونتورز مع الاريس بتاعت البودي كلها، مش محتاج ان انا اثبتها واربطها في الجسم خلاص، مش لازم استراب والكلام ده، ابلايت على طول، حط الكمادة في الفوطة وحطها على الجسم على طول، فيش مشكلة، ماشي. ممكن يقدر يعمل موفمنت زي ما احنا قلنا، احنا فاكرين في الفيديو بتاع الاديما خلاص، الاديما كنترول، لما حطينا الايس باكس ولفيناها في الفوطة وحطيناها على الني، قلنا ممكن كمان يشتغل على الني اللي هو الكوادريسبس دريل زي ما شفناها في الفيديو، بدأت تعمل الكوادريسبس ست اكسرسايز، فسهل انك تعمل اكسرسايز وانت حاطط الكمادة، فيش مشكلة، مش صعب. هي مشكلتها بس في حاجه واحده، لو انا هشتغل على الاكستريميتي فدي للاسف بتبقى لازم يبقى في الديبندنت بوزيشن زي في حالات الهايدرو سوري الواير بول خلاص. لو عندي واير بول ماشي، او ان انا عايز اعمل اميرشن للهاندز او الفيت، فدي لازم تبقى في الديبندنت بوزيشن، مثلا قاعد على كرسي ويحط رجله في الايه في الورم باس في الحوض اللي فيه الميه خلاص، سواء كان الهايدرو بول سوري الواير بول او الورم باس خلاص، الحمام ميه دافيه، حمام ميه ساقعه زي في حاله الكونتراست باس، او في البرافين لسه كنا شارحين وزي ما شفناها في الفيديوهات خلاص، البيشنت بيبقى حاطط في الارض وهو بينزل يعمل اميرجن بالهاند، يحط ايده جواها، فدي في الديبندنت بوزيشن، فدي بتبقى ايه يعني تؤخذ عليه شويه ان يعتبر ديبندنت بوزيشن، فمن ضمن البوزيشنز اللي تزود الاديمه او لو في اديمه هتزيد معايا. طيب ايه تاني؟ الووند كير اللي احنا كنا لسه متكلمين عليها من شويه، الووند هيلينج، ان هو ازاي بعمل بيه، هو بيفيدني في الديبرايدمنت والكليننج بتاع الووند، وان انا كمان ممكن استعمل انتي ميكروبيال وانتي بكتيريال سوليوشنز اخلطها مع الميه فتعمل لي ديسانفكتنت لي كمان، يعني ان انا انضفه واعقمه خلاص. اي ووند بقى ايا كان اي نوع، ألسر، فينوس ألسرز، دايبيتك ألسرز، بيرن، سيرجري،
ابسس تروما ايا كان نوع الوند ممكن اشتغل عليه هيدرو سيرابي مفيش مشكله. تمام طيب دي السيركلز دي برضه يعني رسمه كده توضح ازاي بعمل وند هيلينج عن طريق حاجتين. اول حاجه ان انا بقلل الديسنف زي ما احنا قلنا بشيل بعمل ديبرايتمنت لي وكليننج لي، بشيل الويست برودكتس واشيل الديبريس واشيل النكروتيك واشيل البص واشيل كل حاجه نظفه واعقمه، فانا بقلل البكتيريا الكروس اللي فيه خلاص ونظفت الاريا، فبالتالي سهل او يعني اسهل موضوع الابيسلايزيشن، بقلل البارير تو ابيسلايزيشن، نظفت الدنيا خالص فسهل ان هو يقدر يعمل ابيسلايزيشن ويزود الايه الهيلينج بتاعه. تاني حاجه من الناحيه التانية بالهيدروستاتيك بريشر انا زودت البلاد سيركوليشن ريتيرن، فالبلاد سيركوليشن كلها زادت، فهنزيد النيوتريشن ويزيد الاكسجين ويزيد الحاجات البرودكتس اللي هو محتاجها عشان يحصل هيلينج، فانا زودت الهيلينج بتاع الايه الوند بالطريقتين. بعد كده برضو ان الواتر اكسرسايز وشرحناها بالتفصيل قبل كده، وان الحالات الامثله ليها ايه والاجهزه والانواع بتاعتها اتكلمنا عليها باستفاضه. هنا برضو بعض الاستخدامات ليها زي في حالات مثلا اورثوبيديك، لان انا اقلل ويت بيرنج على الجوينتس زي ما قلنا في الادفانسد اوستيرثرايتس مثلا، واحد عامل ريبليسمنت لجوينت عاملين تغيير مفصل سواء كان هيب مثلا او نير ريبليسمنت. تاني حاجه ان انا استخدم الفيلوسيتي ديبندنت ريزيستنس ان انا اعمل سترينثنج للمسل، ان البيشنت يقدر يعمل كلوز اوبن تشين اكسرسايز سكواتنج فليكشن اكستنشن في الني خلاص كلوز او اوبن خلاص لو ما يقدرش يعملها بره مشكلة الويت بيرنج. قلنا برضو الحتة بتاعت اللي هي البون دينستي لوس ان هو بيقلل الريت بتاعها خلاص بيخلي الموضوع يتأخر شوية بيأخره شوية. طيب من ناحية النيورولوجيكال بتفيدني في الاكسوتر اكسرسايز ان هي بتزود البروبريسبتيف ان ان البيشنت بدل ما كان ما بيش قادر يتحرك لا ده دلوقتي هو بيقدر يقف هيقف على رجليه ويحمل ويفني ويفرد في الجوينت ويمشي ويعمل اكسرسايز، فكل دي بروبريسبتيف انبوتس هترجع للبرين وتعمل لي ايه انهانسمنت للفانكشنز بتاعته. انا زودت السيفتي لو فاكرين زي ما قلنا من شويه على الناس اللي هي عنده اوستيوبروزس او الناس الالدر اللي في السن اللي هو عندهم ريسك عالي ان هو يقع، هو حتى لو وقع ميه مش هيحصل مشكله مش هتحصل تروما كبيره خلاص مش هيقع يتكسر والكلام ده ويتخبط لا، فالسيفتي اعلى. تاني حاجه بروف البالانس انا بحسن البالانس عند البيشنت. الكاردياك فيتنس خلاص بيزود الكاردياك انبوت وزود الكارديو فاسكولار فانكشنز كلها عموما، بعمل كونديشننج للكاردياك فانكشنز خلاص بحسنها. تمام حالات البريجنانسي ممكن اعمل اندر ووت اكسرسايز للبريجنانسي في البريجنانت وومن مفيش مشكلة خلاص. في مشكلة عندي او يعني في حاجة مهمة كانت بتقابلني او تبقى مشكلة بالنسبة للبريجننت وومن لما يجي يعمل اكسرسايز اللي هو الماترنال هايبر سيرميا. الماترنال هايبر سيرميا دي ان هو يبقى التمبريتشر تزيد لليفلز عالية لدرجة ان هي تضر الفيتس نفسه تضر الجنين، وده بيحصل نتيجة ايه؟ نتيجة تعمل ويت بيرنج اكسرسايز وتعمل اكسسيف اكسرسايز خلاص وتعمل افورت جامد وتعمل مجهود جامد خلاص، فبالتالي بتحصل هيت برودكشن مع الاكسرسايز دي فترفع التمبريتشر بتاعتها للمستويات اللي ايه دينجرس دي، فممكن تبقى دينجر على ايه على الفيتس. هنا لا انا قللت الويت بيرنج خلاص الايفورت اللي محتاجه قليل، الهارت ريت والهارت اوتبوت والسوري البلاد بريشر والهارت ريت هيبدا يقل، الكارديو اوتبوت يزيد، فبالتالي الثيرمال افكتس بتاعت الاكسرسايز هتقل، ثانيا بيحصل لها ديسيبيشن مع الميه على طول باستمرار، اي هيت تبدا تتكون او بتحصل يحصل لها اكسرشن مع الاكسرسايز بيحصل لها ديسيبيشن في الميه اوتوماتيك، فبالتالي مش هيحصل الهايبر ثيرميا. ماشي. واخر حاجه قلنا اللي هي الايه الاكسرسايز انديوست ازمه، الازمه اللي ممكن تحصل مع الناس لما تيجي تعمل ايفورت او تعمل مجهود زياده خلاص، فدي قلنا محلوله برضو معانا في الهيدروثيرابي او الاندر ووتر اكسرسايز نتيجه الهيوميديتي اير خلاص، الليفل بتاع الهيوميديتي بتاع الاير اللي موجود في الاوضه بتاعه الهيدروثيرابي تبقى تمبريتشر عاليه شويه وورب، فبالتالي تعمل برونكو دايلتيشن مش برونكو سبازم وتحسن موضوع الازمه خلاص. ده الاندر ووتر اكسرسايز. طيب البين كنترول البين كنترول احنا عارفين خلاص لما تحصل تروما ما بيحصل فيه اكيوت
تروما وأكيوت انفلاميشن وأحط على طول أيس اللي احنا متكلمين عليه من السكشن اللي فات. خلاص أي تروما، أي صدر تروما أو أي أكيوت تروما، بحط أيس على طول لمدة 48 لـ72 ساعة. فده يقلل لي الإيه الانفلاميشن الموجود، وهيقلل البين، يعمل أنالجيزيك تسكين للبين نفسه. خلاص دي ناحية. ناحية تانية برضو إن أنا بقدر أعمل بين كنترول عن طريق إن أنا بقلل الويت بيرنج. خلاص زودت الموفمنت، حسنت الفانكشن، حسنت البالانس. ماشي بيشنت ما بيقدرش زي ما اتكلمنا على الادفانسد اوسيوسايتس، واحد عنده خشونة متقدمة، مفصل ضايع، مفصل متاكل خالص، فبالتالي هو مش قادر يتحرك، مش قادر يمشي، فكل ما يجي يقف بس مجرد ان هو يقف ويحمل على رجليه خلاص يبدأ البين يشتغل. فهو تحت الاندر وودركس في المية هيقدر يتحرك ويحمل ويدوس ويمشي، مفيش مشكلة عنده. فانا كده اتحكمت برضه في البين بصيره ايه او بطريقة غير مباشرة. تالت حاجة انا ممكن برضه اعمل بين كنترول منطقي بالهيت ابليكيشن، بالورم ووتر، خلاص كمادة سخنة او مية سخنة ايا كان. ان انا ممكن يكون عندي الكوز بتاع البين اصلا اللي هو المسل سبازم، فلما احسن المسل سبازم واقلل المسل تون واقلل التنشن اللي فيها، فبالتالي هيحصل ايه مسل ريلاكسيشن، فهيقل البين، فانا كسرت السايكل. خلاص فممكن اعمل بين كنترول بالهيدروثيرابي بكذا طريقة على حسب الحالة اللي قدامي. الإديمة، الإديمة احنا كنا اتكلمنا عليها سكشن كامل لوحدها. خلاص اللي هو الرايس تكنيك، الريست، ايس، كومبريشن، اليفيشن، تمام. وقلنا ازاي ان انا بعمل بقلل الإديمة عن طريقها، دي حاجة. الحاجة التانية لو اتكلمنا على الهيدروثيرابي كله على طول، عموما على الووتر اميرجن، لان بنزل في ارج بول، بنزل في حمام سباحة، دي اللي احنا اتكلمنا عليها من شوية اللي هي الهيدروستاتيك بريشر، اللي هو بيضغط يعمل كومبريشن على البودي بارتس. خلاص من الاكستريمتي ديستال تو بروكسيمال، بريشر اعلى تحت، وبعد كده يبدا يقل وانا طالع، فده هيعمل ايه، هيضخ لي فلويدز والبلاد من تحت لفوق، فهيزود الفينوس ريتيرن والفاتيك درينج، وبالتالي اي بريفرال اديما هتقل معايا تتحسن. تاني حاجه الافكت بتاع الهيدروثيرابي على الرينال فانكشنز، خلاص اللي هو بيزود الاكسرشن بتاع السولتس والفلويدز، فهيقلل الاديما برضه. ماشي اخر حته اللي هي الكونتراست باستي، اللي هي حمامات المياه السخن والساقع، ان هو يبدا يحط ايده في مياه سخنه، بعد كده مياه ساقعه، مياه سخنه، مياه ساقعه، المياه السخنه مثلا 3 دقايق ودي مياه ساقعه وهكذا، ده الكونتراست باس. خلاص ده بيعمل ايه، بيعمل فازليتيشن فاز كونستريكشن، فازليتيشن فاز كونستريكشن. فالميكانيزم دي خلاص بتبدا تعمل ايه، تبدأ تحسن السيركوليشن عندي بصورة كبيرة، بيبقى الإفكت بتاعها أعلى من إن أنا أعمل هيت لوحده أو كولد لوحده، فبالتالي هتزود السيركوليشن بصورة كبيرة، فهتزود الفينوس ريتيرن وهتحسن الليمفاتيك، فهتقلل لي الإيه الإديمة معاه. كده احنا خلصنا اليوز بتاعة الإيه الهيدروثيرابي. ايه البروكوشنز بقى والكونترا انديكيشن؟ دي حاجات جنرال احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، كنا اتكلمنا عليها قبل كده اكتر من مره. خلاص اللي هي البيرد سنسيشن، لو في مشكله في السنسيشن، خلاص لو في انفكشن في السكن، لو في انكوبرتيف بيشنت او في امبيرد ريكوجنيشن، خلاص المينتاليتي مش مظبوطه. خلاص في سكن جرافت، في ريسنت وند، اوبن وند، خلاص خلي بالي من الحاجات دي. الكونترا انديكيشن، الابسوليوت كونترا انديكيشن بقى ان هو ما ينفعش ينزل هيدروثيرابي او يشتغل معاه هيدروثيرابي، زي حاله الكاردياك انستابيليتي، لو في مشكله في الكاردياك سيستم، مشكله كبيره مش هيقدر يستحمل اللود بتاع الاكسرسايز. خلاص لو في انفكتد سكن ديزيز، انفكشن في السكن، انفكشن خلي بالي برضه منها، ده ممنوع ينزل. الحالات الباول واليورين انكونتيننس برضه ابسوليت كونترا انديكيشن. حالات السفير ابليبسي، الناس اللي هي ممكن يحصل لها اتاك نتيجه ان هو غيرت بس التمبريتشر بتاعتي، رفعت التمبريتشر بتاعت الميه او قلت التمبريتشر بتاعتها، ممكن تعمل تريجرنج للاتاك، فده كده ايه كونترا انديكيتد للهيدروثيرابي. احنا اتكلمنا كده عن الهيدروثيرابي، ايه الفيسيولوجيكال افكتس بتاعته،
اللي هي الووتر اميرشن، يعني ازاي ان انا اغطس عيان في ميه اللي هو حمام السباحه او لارج بول، ايه تاثيراته من الناحيه الفسيولوجيه، ايه البريكوشنز اللي انا اخلي بالي منها، وايه الكونترا انديكيشنز، تمام، وايه هي الاستخدامات اللي ممكن استفيد بيها من الهيدروثيرابي، خلاص، وايه الحالات اللي ممكن اشتغل معاها. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. لو في اي استفسارات اي اسئله كلموني مباشره. شكرا لكم، السلام عليكم.